السلام عليكم، نتمنى اخوتي اخواتي تكونوا في احسن الاحوال، ورمضان كريم عليكم كلكم يا رب. ان شاء الله يتمم ما تبقى على خير وتقبل من الله الاعمال ديالنا. اليوم غادي ندير معكم واحد الوصفه، جوج بيضات والخضر. الاطفال، بالنسبه للاطفال كاين بعض الاطفال ما كيتناولوش الخضر، اذا الا درناهم بهذه الطريقه هذه ان شاء الله كل شيء غادي تعجبو هذه الوصفه هذه، وكنتمنى انكم غتجربوها وغتنجح معكم. نبداو على بركه الله. غادي نحتاج واحد البصله مشلطه، غادي نحتاج هنايا القرعه حتى هي مقطعه شرائح صغار مشلطه، غادي نحتاج فلفله بالالوان حمراء خضراء صفراء، الا ما كانش ممكن تستعملوا وحده او اثنين او المهم. هنايا عندي شويه ديال الكمون اللي غنحتاجو في التوابل، عندي شويه ديال الزعتره، وطبيعه الحال جوج ديال البيضات. هنايا بقيه التوابل اللي ممكن انا غادي نستعملها، غادي نستعمل هنايا لاسيبوليت اللي كيجي زوين ورائع مع البيض، كيعطيه واحد النسمه رائعه. عندي شويه ديال السكينجبير، عندي هنايا واحد شويه ديال الثومه والبصله مطحونين. هنا كندير واحد الوصفه هنايا بهذه الطريقه هذه، ان شاء الله واحد النهار غندير معكم فيديو. القشور ديال البصله والقشور ديال الثومه ما كنلوحهمش انا، كنغسلهم مزيان وكنيبسهم سواء في الفران ملي كنطيب الخبز او كنطفي الفران نخليه غير في داك الساه على ما كييبسوا ويتقرقمشوا مزيان، كنطحنهم في الميكسور وكنديرهم على هذا الشكل بودرة، كنستعملوه في جميع الوصفات الطبخ او حتى نزيد معاه شوية ديال الزيت ونديرو بحال واحد المساج للشعر. هذه وصفة رائعة جدا، وطبيعة الحال غادي نحتاجو كي قلنا شوية ديال الملحة شوية ديال السكنجبير وهاد المقلات العجيبة اللي عليها غادي يطلع لنا هاد الفيلم هذا. وكنتمنى انها تكون في المتناول الجميع وتكون عنده. هنايا كيجيو على واحد الشكل رائع وكتعطينا واحد المنظر هائل، سواء على مائدة الافطار او في الايام العادية. نبداو على بركة الله. غادي ناخذ هنايا كي قلت لكم جوج ديال البيضات، غادي ناخذ بلا ثم غادي نزيد لهم العناصر ديال الخضره اللي ذكرنا، الفلفله. لاحظوا هاد الالوان شحال كيجيو زوينين في الطبخ. ثم القرعه، واخيرا غادي نزيدو البصله. ثم غادي نبداو بالتوابل، الكمون غادي نزيدو معلقه، لان البيض والثومه غالبا كيتماشى بزاف مع الزنجبيل مطحون يعني سكنجبير. غادي نزيدو واحد شويه ديال الملح، كنحاول ما كنكثرش الملح في الاكل. ثم غادي نضيف هذه البودره ديال الثوم اللي قلت لكم، غادي ندير واحد الملعقه الثوم مع البصله اللي القشور ديالها، يعني كي قلت لكم الطريقه كيفاش كنستعملها، ان شاء الله شي مره ندير لكم فيها منها فيديو. هنايا شويه ديال الزعتره، فوالا. غادي نحاولوا هاد العناصر هادي، هاد لاسيبوليت غادي نخليوه حتى الاخر، حتى كنمزج هاد العناصر هادي مزيان كنمزجها، وغادي نوريكم طريقة كيفاش كنطيبوه مزيان فوق هاد المقلات. بعد ما كنمزج العناصر كنزيد ملعقة كبيرة يعني ديال لاسيبوليت، هلا نزيد شوية ونحاول نحرك
الكل على هذا الشكل. هذا نسيت باش نزيد واحد المعلقه ديال لاصوص طوماط عندي انا جاهزه. ها انتم البنات لاحظوا معايا كندير المقله تسخن وكنحاول نقص من البوطه وكناخذ شويه ديال الزبده والزيت كندوبها وكنبدا كندير غير شويه هكا في الاطار ديال المقله ديالنا باش البوطه تكون مهيله. ثم غادي ناخذ لا روسيت ديالنا على هذا الشكل هذا كما كتلاحظوا. نتمنى انه تكونوا كتشوفوا وغادي نبدا كناخذ شويه بشويه ديما ناخذ مع الحشوه كيطيبو على خاطرهم. ثم كنبدا كنحرك المقلاة ديالي يعني كتعرفوا الطياب فوق الغازينيغ ماشي بحال الفور باش كلشي كياخد الحق ديالو من الطياب. لاحظوا معايا كيفاش كيجيو يعني ما شاء الله في هذاك الريحه ديال السيبوليت. اذا كيكونوا هما فراجيل سميو اننا ناخذهم بايد نظيفه بطبيعه الحال وكنوضعوهم هنا في هذا الاناء ديال الخس وكنستفوهم على هذا الشكل. هذا نرجعوا عاوتاني للاخرى يعني نحاولوا غير بشويه معاهم حيت كتعرفوا البيض مع العناصر. فوالا انتما مغرفه وحده كتكفيني باش نملا هاد الاسباس اللي عندي. واحد الريحه ديال الاعشاب كتطلع منهم رائعه زوينه بزاف. كنتمنى ان هاد الوصفه تعجبكم وتجربوها وان شاء الله غتصدق معكم. الى ان نلتقي في التقديم النهائي خليكم معنا ما تمشيوش بعدين انا معكم غنرجع لكم. ها انتما اخواتي الشكل النهائي ديال الطبق ديالنا اليوم كنقدموه مع شويه ديال الفرماج يعني هذا كاختياري باش كنزينوه كيجي رائع. ان شاء الله مره ثانيه نديرو عاوتاني حريشات وبغرير في داك المقلات كيجي رائع وكيصدق.
إذن كنتمنى لكم شهية طيبة وبصحة فطركم ورمضان الكريم عليك داخل المغرب وخارج المغرب. سعيدة حسني تحبكم ودائما تتألق في تحضير الجديد لكم ولوليداتكم. يا رب تكونوا بخير وعلى خير، وشكرا لكم، وإلى فيديو آخر إن شاء الله.